السلام عليكم مشاهدين الأعزاء، مشاهدين قناة أخبار الفجر المغربية. مرحبا بكم معنا في لقاء جديد من برنامج في رحاب فنان، ومع فنان جديد اللي هو الفنان ديالنا التشكيلي عبد الإله قرين. مرحبا بك سي عبد الإله. شكرا. تقدر تعرفنا بالفن ديالك وتقدر تعرف المشاهدين بشكون هو عبد الإله قرين؟ عبد الإله قرين من مواليد مدينة العرائش، غادرت مدينة العرائش والتحقت في جامعة لندن، تخرجت من جامعة لندن كاتب باللغة الفرنسية والإنجليزية، باحث جائزة في الأدب الإنجليزي بتهافيس العنوان ديالو والحصاد المورا. صديق ديالي هو اللي دخلني للفن. بديت البداية، هذه كانت البداية 2009، سقسيت واحد النهار على واش نكون نتعلم الارت، قال لي كنت كيكونوا يميلوا الى الرسم او الموسيقى. يعني هو اللي كان عاونك في المسار؟ يس يس، الاسم ديالو صابر الخطابي، صديق عزيز عليا. ثانك يو. عفوا. اليوم انت معنا باش تقدم لنا هاد لي طابلو الزوينين ما شاء الله، الاعمال ديالك، جيتي باش تدير واحد المعرض ف مدينة العرائش اللي هي مسقط الرأس ديالك. المهم باش كنت في لندن باش تعلمت نرسم، من كان شباري شاف يدي اول شيء كيبان لي هو مدينة العرائش. هاد اللوحات كلها كانت تعبر على مناطق في مدينة العرائش ولا في شواطئ العرائش. وباش كنت هنايا كنت مهتم بالطبيعة دائما، كنت كناخذ الصاك ديالي كتب فيه أتاي وكنمشي إما للبحر وإما للغابة ونواحي العرائش، وكنت كنقرا تمايا وكان دائما كنتأمل في الطبيعة. هذاك الشيء، أنا معشق من الطبيعة. وفي الرسم ديالي تأثرت بفنانين كثيرين، منهم هادسون ريفر ستايل، هما ذاك اللوحات اللي هي أغلبية ديال ديك الفنانين كيهتموا بالطبيعة، وهي كذلك تأمل، كتشوف كيفاش الله خلق هذا الكون، ترجع وايز حكيم. ففي الستايل ديالي كتشوف دائما ان الضوء بعيد، هذاك بحال مصير الحياة، كلنا عندنا هدف، وباش توصل لك الهدف خصك تمشي واحد الطريق طويل، كيكون متعب ولكن في الاخير كاين الضوء، كتشوفهم كاملين، الضوء دائما بعيد، كاين واحد كاين طموح وكاين واحد هوب لسبوار، تمني في الرغبه في الحياه، رغبه في الحياه، هي ما عمرك توقف دائما، الحياه هي هذه كطيح ولكن ما توقفش، نوض وسير في المصير ديالك كما كتعبر على هذيك اللوحه الكبيره اللي هي عطيت انا السماء، ما عطيتهاش ضوء بزاف، عطيت الضوء للطريق، هذاك هو المهم، اكيد غنشوفوا هذا الشيء، هذاك هو المصير ديال المتتبعين ديالنا. رغم البعد ديالك على الوطن ديالك وعلى المدينه اللي هي مسقط الراس ديالك اللي هي مدينه العرائش، كنلاحظوا ان الحب ديالك لهذه المدينه مغروس في الروح ديالك. هذا الشيء واضح من هاد لي طابلو، هاد اللوحات الجميله اللي كتقدم. يس، حيت في امين قديم قبائل اللي بغاو الى شي واحد عمل شي جريمه وبغاو يحكموه كانوا كيزولوه من داك البلده ديالو، خصو يخويه من داك البلده، ومين كتخويه من داك البلده اللي عشت فيها تربيت فيها، يس، كتحس بواحد الحنين والشوق باش ترجع، وهذا ما حصل لعبد الإله قرين، دائما البلده ديالو في قلبه. ما شاء الله. مشاهدينا الاعزاء، كنتم معنا مع حوار مع الفنان ديالنا عبد الاله قرين اللي هو واحد الفنان تشكيلي اللي تبارك الله ما شاء الله عليه، استاذ اللغه الانجليزيه، خريج من جامعه لندن، وكيف ما كتشوفوا معنا هذا هما الاعمال ديالو. هو اليوم في واحد المعرض، غنخليكم معنا في واحد الدوره. اللوحه خرجت في واحد هذا الكتاب الصديق حيث في مدينة لندن، على المهاجرين، الهجرة السرية القانونية، عبرت عليها بهذا الماركب الصغير، وهذا
والناس طايحين في البحر مكتوب عليه وداع والافق ما محدود لان ما كاينش هدف والمرأة تتساءل لماذا اولادها يهاجرون والاخوان اوفيشلز لا حول ولا قوه لهم دائما من كنت هنا في العائش كنت كنمشي لبارك اتلانتيك والكم كي اتصالي بزاف والغروف اللي واحد ديال الاغلبيه في الضوء البعيد اللي كيخليك يعطيك واحد الحلم جيمي هذا ما كيعبر اللوحات ديالي هو البعد الافقي كنشوفو في اغلبيه اللوحات ديالك يا اما البحر يا اما الطبيعه عندي حب كثير للطبيعه جيت في الحقيقه وجاني صدمه ان خصوصا شارع محمد الخامس كان حدائق من كل الجوانب صبت الكونكريت الحجاره الحجاز ولودك الطبيعه الخلابه كنشوف ما كاينش اهتمام ب سبيس حدائق كما في لندن وانا من رأيي ديالي ان المهندسين خصهم يفكوا لان في لندن كان وباء في القرن 18 19 من بعد فكروا باش يعملوا حدائق انا كنشوف بحال ان اهمال الطبيعه والاهتمام بالعمارات وكذلك اش يقولوا له الاثارات اللي كانت عندنا كلها كتصدم في نظري خصهم يعملوا واحد التفاتة يس باش يشوفوا ويحافظوا على التراث ديالنا ان شاء الله المساج ديالك غادي يوصل ان شاء الله وهاد لي ميساج زوينين فهاد لي طابلو ان شاء الله حتى هما المساج ديالك غادي يوصل فيهم شكرا جزيلا شنو تقدر تقول للمشاهدين والمتابعين اللي كيشوفونا دابا شنو تقدر تعرفهم على المعرض ديالك باش يجيو يتعرفوا على اللوحات ديالك ويزوروا المعرض ديالك المهم القاعه مفتوحه لاي شخص كنتمنى كنت كنمشي لواحد شوب حانوت في لندن ديال كيبيع الاشياء هذه وفي بلاستيك باك كاتبين فيها خصنا نرجعوا مدينة لندن مدينة الفنانين كنطلب انا من خصوص اساتذة المواد التشكيلية ان يجيبوا الطلبة ديالهم والزائرين كذلك من اي مدينة في المغرب اجوا زورنا وحنا كنتواجدوا في قلب مدينة القديمة الكوماندانسيا ساحة باب المخزن اي واحد كيعرف الى جيتو مرحبا بكم المعرض ديالك بدا من 11 مارس حتى غيبقى حتى 10 افريل ان شاء الله يمكن طول يس يا باقي يمكن طول مده ما ان شاء الله نطلبوا رخصه امتداد ديال المعرض ان شاء الله كيف ما كتشوفوا مشاهدينا الاعزاء كنا مع الفنان ديالنا عبد الاله جرين الفنان التشكيلي جرين العفو جرين اسمه كيعملوش داك الالف تما عبد الاله جرين الفنان التشكيلي ديالنا هو كيعرفكم باللوحات ديالو بالمعرض ديالو فهو كيعطيكم واحد الميساج واحد الرساله اللي بغى يتعرف على الفن ديالو وعلى هاد اللوحات ديالو فمرحبا بكم بالمعرض ديالو اللي هو مفتوح من 10 مارس ل 11 افريل بالمعهد الموسيقي بمدينة العرائش ومرحبا بجميع المتابعين ديالنا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب أو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي